عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. الفيديو ده إن شاء الله هنزرع مع بعض الزراعات الصيفية، والفيديو ده هو من سلسلة رمضان يجمعنا. هنزرع الزراعات الصيفية مع بعض، وهتكون عبارة عن فلفل رومي وفلفل حراق وفلفل بارد وبتنجال أبيض عروس وبتنجال أبيض وبتنجال قصدي أسود برضو عروس. وهنزرع مع بعضينا برضو كوسة، وفي فيديوهات قادمة هنزرع فلفل ألوان. دلوقتي أنا هوريك طريقة الزراعة، وبعديها بقى هزرع الكل وهرجع لك بعد ما أزرع. دلوقتي إحنا بنعبي التربة، وبعديها بنرويها ري غمر لحد المية ما تنزل من فتحات الصرف، وبعديها بنسيبها لحد ما تنشف، وبعد ما تنشف بنقلبها ونفرك التراب نخليه زي ما أكنه متعبي من فوق، أكنه لسه ناشف، إنما من تحت تربة مبلولة. تمام، وبنيجي نفتح حتة اهي شجرتنا الجميلة. بس كده اهو، ده نفس الكلام برضو اهي. هزرع بقى الكل وهرجع لكم. دلوقتي كده انا زرعت كل الشتلات في الاماكن المخصصة ليها. الخطوة اللي بعد كده هتكون الري، لازم نروي على طول علشان ما ينفعش نسيب الشتلة في الارض من غير ما نروي. طبعا كده انا رويت الكل، ودول انا زرعتهم كوسة، رويت كله الحمد لله. هتابع معاكم ان شاء الله حلقات الري والتسميد والاكسار ان شاء الله في الحلقات القادمة. بس كده، اذا كان فيديو النهاردة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وثبتنا في كل فيديو زرع فدوني نعمة على الزراعة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.